ودلوقتي وصل الفنان محمد حماقي على دبي، وبالتحديد رايحين على حفلته في ذا بوينت علشان كل جمهوره مستني. حماقي عامل ايه؟ جاهز جدا. جاهز جدا؟ ده حضرتك ايه الحفلة؟ لا يعني اكسايتد جدا على الحفلة، ويا رب ان شاء الله نقدر نبسط الناس. وهنزور ذا بوينت كده على السريع واحنا رايحين دلوقتي الحفلة، نشوف كل الاماكن اللي موجودة هناك. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا، تعالوا معنا. والوقت ما نوصل على الحفلة دردشنا شوية، وحبيت أسأله إذا في مزيكا جديدة بيحضر لها. حماي، أنت من النجوم اللي ضافوا للمزيكا، دايما بتعمل حاجة بيتبعوها نجوم من بعدك، دايما في عندك تغيير وتحول للمزيكا، ويمكن دي أكتر حاجة بتميزك عن أي فنان عربي عموما موجود على الساحة الفنية. إيه جديد؟ هل في ريمكسات جديدة؟ في مزيكا جديدة حماي هيظهر لنا بيها؟ يعني أنا أولا مؤمن جدا بفكرة ألبوم جديد يعني مزيكا جديدة. عندي هم تطوير مزيكتي أنا، اللي هو من ألبوم لألبوم لازم يبقى فيه دايما حاجة جديدة أو فيه تغيير، مع الحفاظ على الشخصية الفنية، لأن الحتة دي تريكي شوية، ممكن تيجي تلاقي نفسك بتطوري فتهرب منك شخصيتك الفنية. والمرة دي حماقي مش هياخد وقت زي ما حصل قبل كده في آخر ألبومين، فهو بدأ من دلوقتي التحضير للألبوم الجديد. يعني بتمنى إن شاء الله ألحق أنزل في الصيف. أنا نزلت شتاء، يعني نزلت يناير 2019، على الصيف يكون بقالنا سنة ونص. بتمنى إن شاء الله أنزل الصيف، ولو قدرت هتكون دي أقصر مدة حصلت، لأنه دايما أنا يا سنتين يا ثلاثة. وغير أخبار الألبوم كمان، فهو قال لنا عن خبر حصري. طيب حماي، في زرار جواك اتحول، أنا عارفة صح؟ فاطمة حبيبة قلبك، هنسمع حاجة باسم فاطمة، أغنية بعنوان فاطمة، بتفكر تعمل لها عمل؟ بس أنا عملت أغنية باسم فاطمة، بس عملتها لها في عيد ميلادها الأول وما نشرتهاش، يعني حسيت أنها أغنية خاصة شوية ما نزلتهاش. وهل يا ترى ممكن تكون الأغنية دي سبب أنه ينزل ألبوم خاص بالأطفال؟ من الحاجات اللي بفكر فيها أن أنا أعمل مشروع أغاني للأطفال، مش هيكون ألبوم كبير يعني، بس ممكن يكون 4-5 أغاني زي ميني ألبوم يعني. قبل ما أخلف كانت الفكرة في دماغي، بس بعد ما خلفت كمان كبرت قوي الفكرة في دماغي. وحماقي من الفنانين اللي ما بنشوفهمش في ديوز كتيرة، فعمرنا ما سمعناه بديو رسمي إلا مع دنيا سمير غانم في 2015 في أغنية أول مرة. أنت في فنان معين أو فنانة معينة حابب أن يكون في ديو بينك وبينهم، مش ضروري يكون عربي؟ من الأصوات اللي حابة أغني معها الحقيقة إليسا، سميرة سعيد، نانسي عجرم، فسنت شمس. فسنت. واكيد ان شاء الله يعني، واحنا يمكن اتكلمنا اكتر من مره انا وهم، انه يكون في مشروع، بس لازم يكون ديو بالمفهوم اللي انا بحبه للديو، اللي هم كمان بيحبوا.